مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد الذي سنتطرق فيه إلى كيفية تحويل المعلومات من قاعدة بيانات MySQL أو MariaDB إلى MongoDB بطريقة يدوية. للقيام بهذا الأمر وجب تحميل موديول MySQL، وهو أيضا نفس الموديول المستخدم مع MariaDB، وأيضا تحميل الموديول الخاص بمونجو دي بي، ومن ثم نقوم بعملية سلكت للطابل المراد تحويلها، ونأخذ الجيسون النهائي ونقوم بعملية انسرت داخل قاعدة بيانات مونجو دي بي. للقيام بهذا الأمر أولا وجب تشغيل قاعدة بيانات مونجو دي بي والتأكد من أنها تشتغل بنجاح. MongoDB بين هكذا. أقوم بتشغيل MongoDB بطريقة ميكانيكية، ومن ثم أقوم بإطلاق الشيل الخاص بMongoDB. هكذا. أقوم بالدخول إلى قاعدة بيانات ما، مثلا قمت بتسميتها بماريا دي بي كولكشنز، فالكولكشنز قمت بخلق كولكشنز المسمات ببرودكت. ساقوم بحذفها دي بي برودكتس بوان دروب هكذا. الان عند القيام بشو كولكشن فاننا لا نتوفر على كولكشن في هذا الشل الآخر. نقوم بالدخول إلى ماريا دي بي حيث كنت أتوفر على طابل بأحد قواعد البيانات المسمى استور جيس رايب برودكتس. كما تلاحظون فتعليمات ديسكرايب برودكتس تقوم بإظهار معلومات حول الحقول المستخدمة في هذا الجدول. من داخل تطبيق نود سنقوم بعملية select UUID name price currency و chip size number from products هكذا. سنقوم باستخلاص هذه الحقول، والدرايفر الخاص بNode.js يقوم باستخلاصها على شكل جيسون، مما سيسهل وضع هذه المعطيات داخل قاعدة بيانات المونجو دي بي. فهذا الطابل يحتوي على معلومات حول بعض المنتوجات خاصة بأحد التطبيقات، فهذا الـ UUID الخاص بالبرودكت والنيم والثمن والعملة. الآن سنعود إلى تطبيق النود، نقوم بتسجيله، فهو الدرس 27، سميه ماريا دي بي تو مونجو دي بي هكذا. مراجعة بسيطة حول موديول الماي سيكوال و المونجو دي بي. فموديول الماي سيكوال فهو مسمى ماي سيكوال أو نود ماي سيكوال. نقرأ الريدمي مرة أخرى هكذا. نقوم بعملية كوبي كولي لهذا الجزء الصغير، فالوتيليزاتور الذي أستخدمه هو الروت والباسورد غير موجود. هنا سأضيف داتا باز فهي استور، وسنقوم بتفقد بعض المعلومات للتأكد من أن الموديول يشتغل بنجاح. من الأحسن أن أسميه ماي سيكوال كونكشن، هذه هي العادة كويري، وهنا أضع كويري. فكويري كما قلنا
فهي select الحقول المراد استخلاصها select UUID name price. قم بكوبي كولي لتفادي التكرار هكذا from products. والنتيجة فهي عبارة عن كالباكس يحتوي على الروز الأعمدة والحقول if error else console jir error. وفي حالة عدم تواجد الإيرور نطبع الروز في المرحلة في هذه المرحلة نوت. قم بتجربة هذا الشيء يقول لي أن هناك مشكل مشكل أني نسيت وضع الفيربول هنا في الداتاباس كما تلاحظون. الآن لقد قمنا باستخلاص تلك المعلومات من ماريا ديبي. لما لا أضيف created updated number أضيف هنا created updated هكذا. الآن ف MySQL يشتغل. المرحلة الموالية فهي تحميل موديول مونجو الديبي. نقرأ الريدمي مرة أخرى. نقوم بتحميل هذا السطر الخاص بمونجو ديبي حيث نريد فقط تحميل مونجو كلاينت والقيام بعملية كونكت هكذا. قيام بعملية كونكت بعد القيام بعملية كونكت وجب استخلاص الكوليكشن هكذا. إلا أن الكوليكشن المستخدمة سنسميها products. الآن كيف نستطيع القيام بهذه التعليمات داخل هذه الدالة؟ الطريقة الأولى وهي سهلة جدا. فهي أخذ هذا الكود الخاص بالمونجو دي بي ووضعه هنا في الالس أي عند استخلاص كل معلومات من ماي سيكول في هذه اللحظة نقوم بالربط مع قاعدة بيانات المونجو دي بي ومن ثم كتابة كل التعليمات. إلا أن هذه الطريقة فهي ليست جميلة. الطريقة التي أقترحها فهي خلق دالة أسنكرون نسميها أسنكرون مونجو ديبي هكذا ووضع هذا المنطق داخل هذه الدالة هكذا. في حالة الإيرور وفي حالة الإلس في حالة الإيرور أي أننا لم نستطع القيام بعملية الكونكت مع قاعدة بيانات المونجو دي بي وبالتحديد القاعدة المسمى ماريا دي بي. في هذه الحالة سنقوم بالنداء على الكالباك وتمرير نول. أما في هذه المرحلة سنقوم بالنداء على الكالباك وتمرير الكوليكشن إلى هذا الكالباك هكذا. وهنا نستطيع القيام بمونجو أسنكرون كوليكشن if كوليكشن تخالف نول else console.dir
في هذه المرحلة نحن متأكدين على أن مونجو دي بي تم الربط بنجاح مع قاعدة مونجو دي بي. الآن وجب القيام بعملية الانسيرت داخل قاعدة بيانات مونجو دي بي. للقيام بهذا الأمر فهو سهل جدا، فالانسيرت فهو سهل جدا، وجب تمرير اسم الكوليكسيون والجيسون المحتوي الجيسون الخاص بالمعلومات، والكالباك فهو عبارة عن ايرور والمعلومات المكتوبة، لذا لا داعي لطبع الكونسول ايرور، فهو فقط للتأكد من صحة المعلومات في المرحلة الأولى. نقوم بكوليكشن بوان انسيرت. لما لا نقوم ب روز فور اتش؟ لأن روز فهي الري من الجيسون. نقوم الآن بكوليكسيون انسيرت رو فانكشن ايرور دوكس. في حالة الايرور وفي حالة عدم الايرور. في حالة الايرور نطبع الايرور، وفي حالة عدم الايرور نطبع نتيجة عملية الانسيرت داخل مونجو دي بي. إذا كان هذا الكود صحيح فسيتم إضافة أندرسكور إي دي هنا في هذه المعلومات المطبوعة للشاشة، أي أن مونجو دي بي قامت بإضافة الأندرسكور إي دي الخاص بمونجو دي بي. أما هذا اليو يو أي دي فهو فقط حقل كباقي الحقول بالنسبة لمونجو دي بي. قمت باستخدامه بطريقة يدوية، حيث أن الكي أي لكلي بريمير فهي يو يو أي دي على 128 بيت، أي أنه بالنسبة لمونجو دي بي فاليو يو أي دي فهذا الحقل المسمى يو يو أي دي فهو حقل كباقي الحقول. الآن سنقوم بتجربة هذا الشيء. كما تلاحظون لقد قام بإضافة الأندر سكور الى النتيجة، وهنا نلاحظ ان اللوج الخاص بي المونجو دي قام بإظهار العمليات المكتوبة. الان لإظهار تلك المعلومات داخل قاعدة بيانات مونجو دي بي ما علينا سوى القيام بدي بي products.find.pretty. فبريتي تقوم بطبع الجيسون بطريقة جميلة إلى الشاشة كما تلاحظون. الآن لقد تم تحويل المعطيات من قاعدة بيانات ماريا دي بي سلاش ماي سيكول إلى مونجو دي بي. فإت فهو إتيراتور، أي أن المعلومات لا يمكن إظهارها في مرة واحدة في الشاشة، فعند الضغط فعند كتابة إت فإننا نمر إلى الصفحة الموالية من المعلومات كما تلاحظون. الآن لا تظهر إت، أي أننا انتهينا من طبع المعلومات ولا توجد معلومات في الصفحة الموالية. سأقوم بحذف هذه المعلومات بـ دبل برودكتس بوان
ريموف ومعيار الحذف فهو لا شيء، لأننا نطلب من مونجو دي بي حذف كل هذه المعلومات. الآن عند القيام بفيند بريتي لا نحصل على أي شيء. قمت بهذا الأمر فقط لشرح أحد الأشياء، مثلا هنا في الماريا دي بي أتوفر على حقل إيماج، فإيماج فهو بناء كما تلاحظون هنا لونج بلوب، فالإيماج فهو البناء الخاص بالصورة. الآن سأقوم بحذف هذه الأشياء وأقوم فقط بسلكت ستار فروم، أي استخلاص كل الحقول من الطابل برودكت وتحويلها إلى مونجو دي بي. فمونجو دي بي سيقوم بتحويل البناء الخاص بالصور إلى كوداج على قاعدة 64 بيت أو ما يسمى بالباز 64 هكذا. الآن ما علينا سوى إعادة تشغيل هذا السكريبت من دون تغيير أي شيء، فسنحصل على البناء أيضا داخل قاعدة بيانات مونجو دي بي كودي على شكل قاعدة 64 بيت كما تلاحظون. ففي النطفة فالبناء فهي عبارة عن بوفر، وهنا كما تلاحظون داخل قاعدة مونجو دي بي نلاحظ الحقول السابقة بالإضافة إلى الحقل البناء الذي تم كتابته على شكل كوداج 64. فالبين داتا فهي تعرف على أن محتوى الحقل فهو بناء. نستطيع أيضا القيام بهذا الشيء بالنسبة لقواعد بيانات أخرى كمثلا غوجيس أو كوتش دي بي أو ميم كاشت دي. مثلا للقيام بهذا الأمر بالنسبة لغوجيس، كيف سنقوم بهذا الأمر؟ نبحث عن الدرايفر الخاص بغوجيس، ونقوم بتحميله بهذه الطريقة. هكذا سأسميه غوجيس كلاينت. وسأختار مفتاح لغوجيس، سأسميه ماريا دي بي ليست برودكتس هكذا. وبما أنه ليست فسأستخدم عمليات الإل بوش لإضافة هذه الأحمدة إلى غوجيس. الآن سنقوم بغوجيس ال بوش وتمرير المفتاح وتمرير جيسون وان سترينجيفاي الخاص برو. وال بوش ريزولتا اف ايرور والس
console.gir.error و console.gir.push_res. تستطيعون ايضا اختيار السيت وهي بالفرنسية فهي ليزونسومبل اي المجموعات، الا ان المجموعات في غوديس لا تحتوي على عناصر مكررة، بينما الليست يمكن وضع معلومات بطريقة مكررة وانواع مختلفة. سأقوم بتجربة هذا الشيء مرة أخرى. سنقوم بتفقد مونجو دي بي، فمونجو دي بي قام بكتابة المعلومات. سأخرج من ماريا دي بي. سنقوم بإطلاق الشيل الخاص بي غوديس. أظن أنه وجب تمرير المفتاح و الرانج. فالرانج فهو القطاع المراد استخلاصه من المعطيات. سأقوم بصفر ناقص واحد لاستخلاص كل المعلومات من هذا المفتاح. كما تلاحظون فغوديس ايضا يحتوي على المعلومات. الرانج ساقوم باعادة هذا الشيء، تمرير المفتاح والبداية والنهاية. فهذا السكريبت قام بتحويل المعطيات بين قاعدة بيانات MySQL و MongoDB وكذلك Redis. تستطيعون أيضا إضافة قواعد بيانات أخرى، مثلا CouchDB، Neo4j إلى غير ذلك. آمل أن تكونوا قد استفدتم من هذا الشرح الخاص بتحويل المعطيات بين قاعدة MySQL وقواعد بيانات أخرى NoSQL، وشكراً.